أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج نبض الوطن على قناة الصحة والجمال. في البداية عايزة أرحب بأصحابي في الفقرة النهاردة. ازيك يا أوركيدة؟ ازيك ملك؟ ازيك رحمة؟ وأحب كمان أرحب بالمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا من البيت. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا رحمة؟ ازيك ملك؟ ازيك يا رحمة؟ ازيك يا أوركيد؟ أنا مبسوطة أكون معاكم النهاردة، وعايزة أسلم على كل المشاهدين، يا رب تستفادوا من هنا النهاردة. ومعانا النهاردة في الفقرة مفاجأة كبيرة جدا، الأستاذة شيماء. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. إيه الأخبار؟ الحمد لله. مستعدين؟ آه. اولا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكمان احب ارحب بكل الساده المشاهدين واقول لهم كل عام وانتم بخير، يا رب رمضان يعني كريم علينا جميعا يا رب العالمين، وايام مباركه. قولوا لنا بقى، قولوا لي، علشان انا سبتكم انتم تحضروا موضوع الحلقه، مجهزين ايه؟ قولي لي يا رحمه، موضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ موضوع حلقتنا النهاردة عن إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، وهنشوف أي بديل نقدر نشغل بيه وقتنا زي الرياضة والكورسات والأنشطة مثلا. حلو قوي، يعني انتي هتتكلموا النهاردة عن إيجابيات، وخدتوا بالكم يا جماعة من إيجابيات دي، إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا والكورسات وإيه كمان؟ ها، في البداية نتكلم عن إيجابيات السوشيال ميديا، وإن هي ممكن الطفل يكتشف موهبة جديدة في داخله. حلوة قوي، يعني إحنا من خلال السوشيال ميديا ممكن نشوف إن عندنا مواهب جديدة ونقدمها على السوشيال ميديا، تقصدي كده؟ حلوة قوي. طيب قولنا يا أوركيدة، إيه كمان من إيجابيات السوشيال ميديا؟ ممكن تلاقي في إيجابيات السوشيال ميديا من خلال الصور المتحركة ممكن نتعلم لغة جديدة. حلو من قوي. الحروف والأرقام عشان نعرف نقرأ ونكتب الأرقام. ممتاز ممتاز. الأوركيدة يا جماعة تقصد إن إحنا ممكن من خلال الفيديوهات والصور المتحركة نقدر نتعلم الحروف والأرقام ونتعلم لغات أكتر ونتعلم أي حاجة تعليمية أكتر. حلو قوي، أنا عجباني أول المعلومات اللي أنتم محضرينها. إيه كمان يا ياسين من فوائد وإيجابيات السوشيال ميديا؟ ها، أنت هتقول لنا على إيه بقى؟ تتكلم عن إيه؟ إيه من إيجابيات السوشيال ميديا؟ ها، بنستفاد إيه منها؟ ان احنا نتفرج عليها كمان ونتعلم انها نعمل زينة رمضان. ايوه صح، معاك حق. انتوا عارفين يا جماعه ده دلوقتي يا اولاد مليانه فيديوهات كتيره جدا على السوشيال ميديا بتعلمنا ازاي نعمل زينه في البيت، وازاي نعمل الزينه برضو لو في المكتب، نعمل مفارش في البيت والحاجات بتاعت رمضان والحاجات الزينه بتاعت الايام العاديه كمان. ايه كمان يا ملك؟ ممكن كمان انا مش سامعاكي يا ملك، انت بنتي ما نمتيش النهارده ولا ايه؟ ممكن اطفال ممكن اطفال يلعبوا ايوه بالالعاب، عشان الالعاب ايه بتميزهم ان هم يعرفوا كل حاجه فيها حتى الحروف والارقام. حلو. وكل حاجه بتعلمهم. العاب زي ايه؟ تقصدي الالعاب التعليميه؟ العاب ذكاء، في العاب كتيره جدا على السوشيال ميديا فعلا بتبقى العاب ذكاء، بتبقى عباره عن ابلكيشنز بننزلها ونقعد نعمل عليها مهام يوميه كل يوم، دي بتساعدنا على تزويد الذكاء وكمان التركيز. حلو قوي. ايه كمان يا رحومه هنتكلم فيه النهارده في حلقتنا؟ ودلوقتي هنروح لسلبيات السوشيال ميديا، وان هي ممكن الطفل يتعرض لمخاوف غير صحيه وغير مفيده لو مفيش رقابه من الاباء. بالظبط، برافو عليكي. ممكن الاولاد للاسف يا اولاد من ضمن السلبيات بتاعت السوشيال ميديا زي ما ملكه بتقول، في العاب مفيده بس كمان في العاب مش مفيده، وممكن مثلا يشوفوا فيديوهات، الفيديوهات دي مثلا تبقى مضره، بتطلب من الاطفال او بتعلم الاطفال حاجه مش مفيده، صح؟ دي بتبقى للاسف اكيد الاطفال اللي بيعملوا كده بيعملوا كده يا أوركيدة من ورا بابا وماما، صح؟ صح. يبقى احنا ايه محتاجين ان نكون مركزين مع اولادنا، ونخلي بالنا احنا كاطفال وصغيرين
ان ممكن نشوف مش اي حاجه نشوفها نقلدها، مش اي حاجه نشوفها ايه نقلدها، صح؟ برافو عليكم. واي حاجه نشوفها لحسنا فيها حاجه مختلفه نروح نسال بابا وماما، يا بابا يا ماما الحاجات دي مفيده، الحاجات دي كويسه، ينفع ولا ما تنفعش؟ تمام. ايه كمان من سلبيات السوشيال ميديا يا اوركيده؟ ممكن الطفل يتعرض زي ان التنمر، تنمر او اي حد يضايقه، فالطفل يحس انه زعلان جدا. زعلان جدا، ده حقيقي. التنمر للاسف برضو من سلبيات السوشيال ميديا، ان في ناس بتتعرض لتنمر، كبار وصغيرين، بس طبعا احنا الكبار ممكن يكون عندنا يعني ايه ان نخلي بالنا من نفسنا اكتر، لكن الاطفال للاسف في ناس ما بتاخدش بالهم وهم بيقولوا كلام سلبي. فاحنا طب احنا وظيفتنا ايه يا اولاد، او احنا دورنا نعمل ايه لو عملنا حاجه على السوشيال ميديا والناس قالت لنا كلام مش حلو؟ نعرف ان عادي، ان ممكن في ناس يعني تنقدنا وتضايقنا، بس احنا نبقى عارفين ان احنا الحمد لله عندنا ثقه في نفسنا وهنعمل وبنعمل حاجات كويسه، ما فيش اي حاجه خالص ومالناش دعوه بالكلام الوحش. تمام. ايه كمان يا ياسين من سلبيات السوشيال ميديا، الحاجات اللي هي بتضايقنا من السوشيال ميديا؟ اللي هي بتضيع لنا وقتنا، من احنا محتاجين وقت كتير عشان نعرف نصلي في رمضان. الله الله الله، بيكلم ان بيقول ان السوشيال ميديا لو قعدنا قدامها بالذات في رمضان ممكن تضيع لنا وقت كتير قوي من وقتنا، والوقت ده اوفر لنا ان احنا نصلي فيه ونقرا الاذكار ونعمل اعمال الخير، صح؟ صح. جمال، ده انا مبسوطه بيكم قوي. كمان قولي لي هيا ملوكة، ايه من سلبيات السوشيال ميديا كمان؟ ممكن السوشيال ميديا، فكروا كده معانا، فكروا، يلا كلنا نفكر. ايه كمان من سلبيات السوشيال ميديا؟ ممكن الطفل يشغل وقته بالسوشيال ميديا وكده هيضر، هيأثر على ذكائه وتركيزه ومذاكرته. صح صح. السوشيال ميديا او الالعاب على السوشيال ميديا بتخلينا للاسف قاعدين قدامها كده كتير قوي، ومش بنتفاعل، مش بنقوم ولا نتحرك ولا نلعب، فنشغل كل اعضائنا الحيويه اللي داخليه، يعني نشغل جسمنا ونشغل مخنا. برافو عليكم. طيب ياسين، احنا ممكن نخلي بالنا وما نلعبش في المايك، تمام؟ عشان اصحابنا الحلوين اللي في البيت يسمعونا، اوكي؟ اتفقنا؟ طيب، من سلبيات السوشيال ميديا زي ما ملك ما قالت، ان احنا قاعدين قدام التلفزيون كتير، او من عفوا قدام السوشيال ميديا كتير، وبرده التلفزيون برده يا اولاد، فقاعدين عاملين كده، ده بيخلينا للاسف بيقلل الذكاء وبيقلل التركيز عندنا. قولي يا ملك، عايزه تقولي ايه؟ ممكن اطفال وما بيسيبوا التلفزيون بيحسوا بنعس وعايزين يناموا كده، مش هيعملوا الوجبات اللي فيهم. ايوه، وكمان بتوجع لنا عينينا، صح؟ برافو عليكي، برافو عليكي. طب قولي لنا بقى يا رحمه، ايه البديل اللي نستبدل بيه السوشيال ميديا عشان ايه نبقى ناخد الفوائد من السوشيال ميديا حبه صغننين، وبقيه وقتنا نستبدل بيه حاجات ثانيه بدل السوشيال ميديا؟ ها، زي ايه؟ ودلوقتي زي ما شفنا ايجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، ايوه، هنتكلم دلوقتي عن اي بديل نشغل بيه وقتنا، وهو ممكن الطفل ينمي قدرات، وهو برنامج يبني القدرات العقليه. يعني ايه؟ زي ايه مثلا البرامج اللي ممكن تبني القدرات العقليه؟ ها، زي مثلا يوسي مات. برافو عليكي يوسي مات. وايه كمان؟ وكمان زي ناسا كيدز. ناسا كيدز، برافو عليك. انتوا عارفين يا اولاد، عارف يا ياسين ايه هي يوسي ماس؟ عارف برنامج يوسي ماس ده ايه؟ عارفين يا يوسي ماس ده ايه يا اولاد؟ انا ما اعرفش. دي كورسات بنتعلم منها عمليات حسابيه بس بطريقه رائعه قوي وبطرق مختلفه كتيره جدا، عشان نشغل دماغنا اكتر ويزود التركيز عندنا ويزود الذكاء، ونبقى اسرع واسرع واسرع في كل العمليات الحسابيه بتاعتنا. يعني كل ما نيجي نعمل حاجه، نجمع حاجه، نضرب رقم في رقم، كل ده بيخلينا ايه بنعمل بيساعدنا ان احنا نعمل ده اسرع. حلو قوي، ممتاز. وكمان ناسا كيدز بيقعد بقى يعلمنا معلومات عن الفضاء وحاجات جميله كتير قوي. هاي كوكي اوركيده، ولان ايه كمان اللي ممكن نستبدل بيه وقتنا بدل السوشيال ميديا؟ ممكن زي الرياضه، زي الجري، حلو قوي، السباحه. الله، اشمعنى السباحه والجري؟
السباحة عشان هي بتقوي العقل وبتقوي عضلة الجسم. بتقوي العقل وبتقوي عضلات الجسم كلها، ده حقيقة. بيقولوا دايما ان السباحة يا جماعة بتشغل كل عضلات الجسم، فبتخلي بقى ايه، يخلي جسمنا نشيط، وكمان ده بيأثر برضو على تركيزنا وبيخلينا عندنا تركيز اكتر. برافو يا اوركيدة. ايه كمان يا ياسين؟ ممكن ياسين انت معانا ولا نمت؟ الحقوا ده ياسين نام، انت نمت. طب انت، احنا نستبدل وقتنا بايه بقى بدل السوشيال ميديا؟ نستبدل الـ نحط في وقتنا ايه؟ ها؟ نستبدل السوشيال ميديا بايه؟ ممكن ايه؟ زي ايه مثلا؟ انت كلمت عن رمضان، قول لنا بقى على افكار مثلا ممكن نعملها بالذات في رمضان بدل ما نقعد على السوشيال ميديا كتير. زي ممكن نروح الجامع، الله، نصلي، برافو، ونقرأ قرآن، الله، ونصلي التراويح، ممتاز ممتاز. وممكن كمان نعمل أعمال خير، وممكن كمان نساعد في إفطار صائمين، صح ولا غلط؟ صح. مش احنا اتفقنا قلنا إن شاء الله بإذن الله لما يجي رمضان كلنا هنعمل الزينة، هنعمل الزينة مع بعض، وكمان هنروح نعمل أعمال خيرية مع بعض إن شاء الله، وهنصوم كمان، وهنصوم كمان. برافو عليك. وأول ما الأذان يأذن أيوة، هناكل ونشرب، وناكل ونشرب. ولكن نخلي بالنا برضو واحنا بناكل ونشرب يا اولاد، نخلي بالنا ان احنا ناكل الاكل المفيد وما ناكلش اكل مضر كتير، ونخلي بالنا على صحتنا. زي الحلويات بالظبط، زي الحلويات. ممتازه ممتازه. ايه كمان ممكن نستبدل بيه السوشيال ميديا؟ ممكن الاطفال يشغلوا وقتهم بالرسم عشان الرسم مفيد ويقوي عضلات الايد، وكمان ممكن كمان يشغلوا وقتهم بالصلصال، وممكن كمان يشغلوا وقتهم. إيه ياسين بينام مننا يا ياسين، يا ياسين. نقوي ممكن زي ما ملك ما قالت ان احنا نتعلم مهارات ابداعيه زي الرسم والحاجات اللي فيها صلصال علشان بتقوي ايه؟ عضلات الايد، بتقوي الانامل بتاعه اصابع الايد. برافو عليكي، برافو. انتوا عارفين ان انا مبسوطه جدا 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 بالمعلومات الجميله اللي انتوا قلتوها دي. هقولي ايه كمان؟ عشان كمان بتدينا موهبه ان احنا نرسم اللي احنا عايزينه، حتى نرسم الكلب والقطه وحاجات، وكمان يا سيدنا خلاص نتعلم فيها الرسم، ونفضل نتفرج على برامج نسم، ونفضل نتفرج عليها. ممتاز ممتاز. يعني من الاخر كده يا اولاد بتطلع روحنا الابداعيه يا ياسين. انا فين شباب؟ احنا هنا في الاستوديو وبنساعد اصحابنا ان نعلمهم لهم على شويه حاجات حلوه مفيده ممكن يستبدلوا وقتهم السوشيال ميديا. تمام. برافو عليكم، انا مبسوطه جدا منكم. ممكن بقى نقول لاصحابنا الى اللقاء، نشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في حلقه جديده، وانتظرونا بعد الفاصل. كل عام وانتم بخير. هنقول لاصحابنا ايه؟ وهتكون هنا خلصت حلقتنا على قناه الصحه والجمال. بس هتكون خلصت فقرتنا مش حلقتنا. انتظرونا بعد الفاصل. يلا انتظرونا إيه؟ بعد الفاصل. سلام. اهلا بكم مشاهدينا، رجعنا لكم بعد فاصل من برنامج نبض الوطن. واحب ارحب باصحابي اللي معايا النهارده، صالح وهاجر. ازيك يا صالح؟ الحمد لله. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله بخير. عاملين ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه جدا 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 ان انا معاكم النهارده في الحلقه. ايه الاخبار؟ جاهزين؟ كل سنه وانتم طيبين. محضرين لنا ايه بقى موضوع الحلقه النهارده؟ ها، بما ان رمضان قرب فهنتكلم النهارده في حلقه عن العادات السليمه اللي لازم الطفل يواظب عليها، وكمان لازم يبقى تحت ارشاد الاباء والامهات. حلو قوي. اشمعنى العادات السليمه؟ عشان احنا يعني داخلين رمضان برضو مثلا. طيب قول لنا يا سيدي، ايه مثلا زي ايه العادات السليمه؟ لازم الطفل برضو يتعلم ان هو ازاي ينظم وقته بين الدراسه والترفيه والرياضه، وكمان لازم يتعلم ازاي يقلل من استخدام السوشيال ميديا. ممتاز. انتوا عارفين يا اولاد ان رمضان طبعا احنا محتاجين ان احنا نستغل الوقت باكبر قدر ممكن، صح ولا غلط؟ صح. يعني لازم علشان نعرف نعمل مثلا تمارين، مثلا نروح التمرين بتاعنا ونروح المدرسه، وكمان نلعب وكمان نصلي ونعمل كل حاجه علينا، لازم ننظم وقتنا، فلازم نعمل جدول.
ممتاز، حلو قوي. وايه كمان يا صالح ممكن يساعدنا برضو، ممكن من عادات سليمه نكتسبها؟ ها زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ قول. ها ايه العادات السليمه اللي ممكن نكتسبها في رمضان او في الايام العاديه؟ ها زي ايه مثلا؟ نصلي. ماشي، احنا كده ولا كده لازم هنصلي، احنا مسلمين وبنصلي، صح ولا غلط؟ ايوه. ممتاز، ايه كمان؟ ها ايه كمان في حياتنا غير الصلاه؟ الصلاه دي مهمه، دي اول حاجه. انت بتروق اوضتك كل يوم؟ بتروقها؟ ممتاز. اشمعنى بقى بتروق انت متضايق كده، ولا حد ولا حد بي يعني حد بيقعد يقول لك روق اوضتك، ولا انت بتعود على كده؟ لا المفروض لان يعني بحب اوضتي، وبحب يعني لان يعني وانا عندي العاب ومكانها مش بحب المكان يعني. طب وصل يا صالح. فانا يعني كان عندي صناديق، كنت انا بحط اللعب يعني في دور كده، كان شكل المكان حلو. ممتاز، حلو قوي. ايه كمان يا جوجو ممكن مثلا من العادات السليمه اللي لازم نكتسبها؟ زي ايه؟ زي اللي احنا نصلي. حلو قوي. ونروح المدرسه بتاعتنا. اوكي، دي مش عادات، دي لازم حاجات نعملها على طول. لكن لو كلمنا عن العادات السليمه اللي ممكن مثلا نكتسبها، زي ايه مثلا؟ زي الصلاه وزي الصيام. الصلاه والصيام، حلو قوي. وايه كمان؟ ها والزكاه. وايه؟ والزكاه. الزكاه، الله، ان احنا نطلع زكاه. وكمان صدقات، الصدقات اللي بتبقى في اي وقت. برافو عليكي. ايه كمان يا انس؟ وكمان لازم الطفل يتعلم ازاي يواظب على القراءة والكتابة، ومش قراءة المناهج الدراسية بس ولا كتابة الواجبات المدرسية بس، أخذت قراءة الكتب والقصص المخصصة للأطفال اللي بتقوي الذاكرة وبتخرج روح الإبداع والخيال. وكمان الكتابة، ولازم الطفل يتعلم ان هو يكتب أنشطة يومية وملاحظات خاصة بيه، لان عشان الحاجات دي بتساعده عشان ينمي المهارات النفسيه بتاعه الطفل. حلو قوي. انا في حد غششني كده وقال ان انس بيكتب ما شاء الله مذكراته كل يوم، اشمعنى بقى؟ عشان دايما لما مثلا انا مثلا لما كبرت بفضل افتحها واشوف انا كتبت ايه واشوف عملت، وتفتكر الذكريات دي كلها. وكمان عرفت ان انت بتحب القرايه قوي. انت شايف ان ايه اللي استفدت منه من القرايه لما اكتسبت عاده القراءه؟ ان انا مفيش مثلا حاجه بتقف قدامي، لو انا حد قال لي ايه ده مثلا هو مش بيعرف يقرا مثلا، انا اقدر اقول له بسهوله، يعني مش بحتاج وقت او مش بتحتاج وقت انك انت يعني تقرا، وكمان عندك بقى معلومات كتير وعندك ما شاء الله مصطلحات كتير. انا عرفت كمان انت بتتكلم باللغه العربيه الفصحى. صح صح، اي نعم. ايه كمان يا صالح؟ قول لنا بقى ايه العادات السليمه كمان اللي انت ان صالح اكتسبها الفتره الاخيره؟ زي ايه مثلا؟ عملت ايه في حياتك الجديدة الفترة الأخيرة؟ ها آخر يوم في المدرسة كان عندي حفلة تنكرية، فأنا لبست هناك لبست قرد. لبست قرد؟ طيب أنت شايف ايه الحاجة المفيدة لما عملت كده؟ لأن يعني كنت أنا بلعب مع أصحابي ولقيتهم كلهم كانوا موجودين. كنت بتلعب مع اصحابك وكلهم كانوا موجودين، يعني انت بتحب روح الجماعه، صح؟ ان انت تبقى قاعد في مجتمع وتتفاعل مع اصحابك. ايوه، حلو قوي. انت شايف ان احنا نخش في الحياه الاجتماعيه ويبقى لينا اصحاب كتير ونعمل حاجات خير مع بعض، دي حاجه حلوه ولا لا؟ حلوه قوي. ومفيده ولا لا؟ ايوه مفيده، وبرده كل الولاد عارفين اسمي وبرده بيحبوني. انت مشهور قوي بقى في المدرسه عندك. يعني كل الولاد انا يعني عارفهم، يعني في نص عارفهم وفي شويه مش يعني نسيت اسمهم. يعني انا لو جيت المدرسه وقلت لهم بس من على الباب بس صالح، اقول لهم بس صالح، تعرفوا صالح؟ كلهم عارفين، كلهم يرفعوا ايديهم. كلهم ايه؟ امسك المايك. كلهم ايه؟ كلهم كلهم هيقولوا عارفين صالح؟ ده بس في يعني شويه بنات ده برضو عارفيني كمان. تمام، حلوه قوي. طيب قولي لنا هيا جوجو،
ايه الحاجات الجميله اللي انت عملتيها الفتره الاخيره في حياتك؟ عادات جميله اكتسبتيها واتدربتي على ايه وعرفتي ايه؟ اتعلمتي ايه؟ اتعلمت ان انا العب سباحه. تلعبي سباحه رياضه ممتاز. لسه كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ان السباحه ممتازه جدا وبتشغل كل عضلات الجسم. وكمان ايه كمان؟ ها عملت ايه الفتره الاخيره؟ انا سمعت ان انت كده اخدت كورسات في الانشاد صح، وتعلمت صوتيات. قولي لي بقى اتعلمتي ايه بقى؟ اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا اقرا قران. الله، تتلو القران. طب قولي لنا كده سوره صغننه اقرأي لنا بس بصوت جميل. تقراي بصوت جميل؟ خلاص اتدربتي خلاص. طب يلا تقراي لنا سوره ايه؟ خلينا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. يلا ها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. الله الله الله. شفتوا يا اولاد كمان قراءة القرآن ان احنا نتعلم كمان قرآننا ونتعلم عندنا اكتر واكتر، ده كمان هيساعدنا زي ما هاجر كده ما سمعنا منها. شفتوا بتنطق الحروف ازاي صح؟ سامعين صوتها كمان جميل ازاي؟ ممتازة يا هاجر، برافو عليكي. ها ايه كمان من العادات السليمة اللي انت اكتسبتها يا انس الفترة الأخيرة؟ الطفل لازم يبقى مرتب ومنظم ويتعلم ازاي ينظم كتبه وقلمه ويحافظ على نظافة حاجته. حلو، طب ليه بقى؟ ليه مهم ان لازم يكون مرتب ومنظم؟ عشان ما يعني ما يكونش في حاجات، مثلا هو مثلا عنده حاجة في المدرسة بتاعته ما يفضلش يدور على الحاجة بتاعته، بيبقى مستعد لأي حاجة ما هتحصل. حلوه قوي. صالح انت كنت بتكلمني وبتقول لي واحنا قبل الحلقه كنت بتقول لي الطفل كمان لازم يحافظ قوي على نظافته الشخصيه صح؟ اشمعنى بقى؟ ها ونظافه اوضته. انا عارف، علشان تحميه من الجراثيم والحشرات. برافو عليك. طب احنا ليه محتاجين الجراثيم؟ طب ثانيه واحده، احنا الجراثيم والحشرات دي بتعمل لنا ايه اصلا؟ انا عارف. ايوه اتفضل. الحشرات طبعا كله عارف المعلومة دي، الحشرات أكبر من زي مثلا الحشرات ده أصغر من الإنسان عشان الإنسان أكبر منه وممكن يعني يدوس عليه. اوكي، بس انت اللي انت تقصده ان الحشرات لو موجودة في حياتنا هل تقصد مثلا ممكن تضرنا مثلا؟ لا. وتخلينا ناعية؟ لا. مش بتعينه؟ لا. متاكد؟ لا لا، في بعض الحشرات وكمان الجراثيم للاسف لو اتنقلت لنا ممكن ناعيه. طيب قولنا يا جوجو اخر حاجه، قولها لنا بقى وقوليها للساده المشاهدين، احنا بنصوم ليه؟ عشان انت كنت بتقولي لي ان الصيام ده مهم جدا، وصيامنا مفروض بيبقى ازاي في رمضان؟ لان الصيام ده ركن من اركان الاسلام ولازم نطيعه عشان نحس باصحابنا الفقراء، ولازم نطيعه عشان معدتنا بتكون شغاله السنه كلها ومحتاجه ان هي تاخد اجازه وما بتاخدش اجازه الا في شهر رمضان، والصيام ده بيحرمنا ان احنا نعمل حاجات وحشه وبيحرمنا ان احنا نعمل نضرب حد ونشتم حد. ممتازه ممتازه ممتازه. هاجر قالت ان الصيام اولا بيحمي صحتنا وبيعمل عامل زي ايه كده كانه بينظف معدتنا من الوقت للتاني، طبعا كمان ان بيخلينا نصوم عن الكلام الوحش وعن الافعال الوحشه. انا مبسوطه بيكم جدا جدا جدا، كل سنه وانتم طيبين، ونقول بقى للمشاهدين حبايبنا يا مشاهدين نشوفكم على خير، واحنا سعداء اللي كنا معاكم. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا واستفدتم معانا في حلقتنا. نقول لهم ايه؟ الى اللقاء. الى اللقاء. كل عام وانتم بخير.